اللي بقت هي الحركة الماركسية. الحركة التنظيم الحركة الماركسية كومال إيرانج دراني كردستان. هي كانت كادحي كردستان. وإحنا كنا كان نظرتنا لملا مصطفى البرزاني مو فقط إنه كان له علاقة مع شاه إيران، لكنه إحنا كنا ننظر إلى هذه الحركة أو إلى تنظيمات إنها حركة أقطاعية، لأن إحنا كنا حركة تقدمية وحركة عائلية يعني اللي قومية أكثر من كونها تقدمية. أي يعني تقريبا إحنا كان نظرتنا لتفسيرنا لحزب الديمقراطي الكردستاني كان تفسير، يعني حتى أتذكر إنه فترة صار عندنا نقاش هل إن الحكومة العراقية الصراع يعني الأول أو الصراع الثاني.